بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ليمتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. وهذا باب آخر يذكر فيه الحافظ المنذري الترهيب معنى ما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. إذا دخلت في الصلاة فنظرك في مكان سجودك، تنظر إلى الأرض، ولا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء. ولعل رفع البصر في السماء يكون إنسان يقلب بصره، يبص، يسرح في الصلاة، ينشغل، أو أنه هو يدعو، حين يدعو يرفع يديه ويرفع وجهه، هذا غير جائز في الصلاة. أنه لا وهو يدعو في صلاة الوتر مثلا أو في النوازل لا يرفع بصره إلى السماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها الخشوع، وهيئة الخشوع الإنسان يقف ذليلا بين يدي الله عز وجل، ينظر إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى السماء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الناس يفعلون ذلك. في رواية لأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، رافعين أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. أو لا طيب، هو التهديد والتحذير من أن الله عز وجل هذا يغضب أنك ترفع بصرك إلى السماء وأنت في الصلاة، فلعله يعاقب الذي يفعل ذلك بأنه يلتمع بصره، أنه يأخذ بصره، يعمي هذا الإنسان الذي يرفع بصره إلى السماء. يبقى هنا الترهيب التخويف من ذلك، احذر من رفع البصر في السماء وليكن نظرك في محل سجودك وأنت في الصلاة. طيب في غير الصلاة هل ممكن إنسان يرفع بصره؟ ما فيش في غير الصلاة، لا مانع، لكن في الصلاة هذا الذي جاء فيه في الدعاء في الصلاة: لا ترفع بصرك إلى السماء. يقول المنذري: الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر. هنا رفع البصر إلى السماء كأنه غالبا ما يكون علامة له الإنسان وعبس الإنسان، عمال يبص شمال ويمين وينظر إلى السماء، يبقى لا يجوز له ذلك. طب إذا نظر إلى الأرض هل يبص شمال ويمين في الصلاة؟ لا، ولكن في محل السجود. فيرهب هنا عن الالتفات في الصلاة، وأنت تصلي ما تبص الشمال ولا يمين لشيء يعرض لك. يقول الحارث الأشعري، وهذا حديث طويل رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، قال: إن الله، هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يحيى ابن زكريا، هذا نبي وأبوه نبي، وهذا عيسى ابن مريم ابن خالته أو أمه بنته
خالته. هذا النبي الكريم كان في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام زي ما كان موسى وهارون نبيين في عصرهما، كذلك هذا وابن خالته نبيان في عصرهما عليه الصلاة والسلام. إنما عيسى كان نبيا مرسلا رسولا معه الشريعة، لكن يحيى ابن زكريا نبي ينبأ من الله عز وجل يأمر ولكن متابع لشرع عيسى عليه الصلاة والسلام. فأمر الله عز وجل يحيى أن يقول لبني إسرائيل هذه الكلمة، يأمرهم يعني بخمس أوامر، فكأنه كاد يبطئه يعني بيستنى الفرصة المناسبة. بنو إسرائيل كان فيهم شغبة، فيهم شغب، ما كانوش يستجيبوا، فكان إذا أمر الله عز وجل بأمر ما يتوانوش عن إن هم يحدثوا أي شيء بحيث لا يفعلون هذا الأمر. فكأن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام عارف طبيعة بني إسرائيل، فاتأخر شوية ليجد الوقت المناسب يقول لهم ذلك. فقال عيسى له عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. كنت خايف أن أنت تأمرهم، أمرهم أنا، لكن من أخرش أمر الله سبحانه. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب ربنا اللي أنا لا أقول، فإذا أنت سبقتني وقلت لبني إسرائيل خاف أن الله يعذبني على التأخير. فدمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، يعني اتملى بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود المجرمين لعنة الله عليهم. فامتلأ بيت المقدس بهم وقعدوا على الشرف، يعني على أماكن مرتفعة يستمعون لنصيحة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. إذا أنا أعمل وهو قدوة لهم وأنتم أيضا تعملون. خمس أوامر من الله عز وجل، وكل أمر ضرب له مثلا حتى يزيد في التوضيح لهؤلاء. فقال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه دعوة كل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ما فيش دعوة للتسليس، ما فيش دعوة لكن هو إله واحد سبحانه تبارك وتعالى. فكل أوامر الأنبياء بذلك. هذا يحيى بن زكريا ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام يقول له عيسى: يتأمر أنت بهذا يا أمر أنا بإيه؟ بالتوحيد، أن يوحيد الله، يعبد الله، نحن عباد لله عز وجل، المسيح عبد ويحيى عبد، فيأمرون بني إسرائيل بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وفي رواية الحاكم: فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. دائما المثال يوضح المسألة، وإذا كانت المسألة واضحة كمسألة عدم الشرك بالله عز وجل يزيدها يقينا ووضوحا. فيقول لهم هذا: الله واحد سبحانه، وأنه أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له، أنتم خلق الله سبحانه، خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه. وبعدين يضرب المثل، عارفين مثل اللي يعبد غير الله زي إيه؟ زي هذا المثل. رجل عنده مال، عنده دار، عنده محل، اشترى عبدا من ماله، هذا عبد مملوك لسيده، سيده يجوز له يبيعه، يجوز له يشغله، يبقى هو ملك لسيده. سيده قال: هذه داري وهذا عملي، اعمل هنا وأدي إلي هنا، يبقى هنا شغل لي المحل بتاعي وهات الفلوس وحط هذه في الدار. فكان يعمل في المحل بتاع سيده وبعدين يعطي المال لغيره. هذا المحل بتاعك، الدكان بتاعك، اشتغل فيه إنسان يأخذ المال ويدي لجارك، هنا ما فيش حد يتحمل مثل هذا الشيء. كيف بالله العظيم سبحانه الغني الحميد المتكبر سبحانه تبارك وتعالى يقبل من عبده إن ربنا خلقه ورزقه وبعدين يعبد غير الله ويشكر غير الله؟ فقال هنا أن هذا العبد مثله كمثل هذا الذي أدى إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
هل حد يرضى ذلك؟ الشكر بدل ما يكون لله يكون لسيدي فلان ولسيدي فلان، يكون الشكر للخلق دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه. هذه واحدة. الثانية الصلاة. قال وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إن الله أمركم بالصلاة فإذا كنتم في الصلاة، طبعا كل نبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الحديث معناه وأنتم أيضا مأمورون بذلك. الشريعة لا تختلف، إن الله سبحانه وتبارك وتعالى يحب من العبد أن يكون خاشعا، مش هيحب بني إسرائيل الخشعة ويكون في أمتنا، لا، أزيد منهم في الخشوع لله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا، الالتفات علامة اللهو في الصلاة، علامة العبث، وإن الإنسان يضيع من صلاته واختلاس يختلس في الشيطان منها. فلذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما يرويه لنا في هذا الحديث. قال فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والمعنى أن الله يقبل على العبد، طول ما أنت مقبل على الله ولم تلتفت يمين ويسار في الصلاة فالله يقبل عليك، تطلب ويعطيك الله سبحانه. فإذا التفت عن الله أعرض الله عنك. لذلك هنا ينبغي على العبد أن يتذكر ذلك في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم صلي صلاة مودع، كأن تخيل لو دي آخر صلاة تصليها هي هذه الصلاة، لابد وأنك ستحسن فيها أحسن ما يكون حتى تكون تودع الدنيا بصلاة مقبولة. وهنا المؤمن حين يقف في صلاته يتذكر ذلك، ما يلتفتش، يبقى هنا له ما يلهيش نفسه ولا يلهي غيره. من باب أولى ما شغلش تلفون المحمول يدخل به في الصلاة يزعج الناس في الصلاة، ما يعرفوش يصلوا من صوت. يبقى هنا الإقبال على الله ولا يلتفت عن الله بسهو ولا بلغو ولا بشيء يؤذي الناس في الصلاة. قال فإن الله ينصب له لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. التالتة قال وأمركم بالصيام وأمركم بالإن. لاحظ هذه أركان الإسلام. أركان الإسلام التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، هذه من أركان الإسلام. قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها. مثل الصوم، الصيام عظيم وجميل ويميز المؤمن عن غيره بأنه يصوم. مثله كمثل إنسان مع صرة فيها مسك، فريحته هي طيبة بين الناس يعرفوا المسك مع فلان، كذلك هذا الإنسان عند الله عز وجل تعرفه الملائكة بصومه هذا. صومه رائحة فمه المتغيرة عند الله أطيب من ريح المسك. قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وأمركم بالصدقة. نحن مأمورون بالصدقة عامة وبالزكاة خاصة، وهنا هذا ركن من أركان الإسلام الزكاة. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك الصدقة حين يتصدق الإنسان، مثال زي إيه؟ مثال يقرب الصورة. قال إن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. وهنا مثال الإنسان اللي حيعدمه، ناس أخذوه ربطوه حيعدمه، لو حدفع لكم اللي انتوا عايزينه القليل والكثير اللي انتوا عايزينه حندفعه لكم. فكان الإنسان تبقه ذنوبه، ذنوب الإنسان تهلكه وتسلمه إلى النار. اللي يفديه من النار إيه؟ ما تصدق به في الدنيا، هذا الذي ينجيه من النار. قال وأمركم أن تذكروا الله، هذه الخامسة. يبقى هنا في أربع أركان من أركان الإسلام موجودين في هذا، وكل واحد له مثال. الخامس من أركان الإسلام الحج، ولكن لم يذكر هنا فيها، إنما أمرهم بشيء آخر، وهو قال أن تذكروا الله، أمركم بذكر الله سبحانه، يعني لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، على طول في ذكر الله عز وجل، من قراءة قرآن، من تسبيح، من تحميد، من تكبير، من تهليل، من درس علم، من مدارسة، من أمر المعروف ونهي عن المنكر، لا يزال لسانك مشغولا بذكر الله سبحانه. مثل ذلك إيه؟ قال إن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع. شوف فايدة الذكر،
تخيل إنسان العدو بيجري وراه لغاية ما كادوا يدركونه فوجد حصنا حصينا، قال فأحرز نفسه منه، وجد حصنا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. عايز الشيطان ما يقدرش عليك ما يغلبكش، خليك على طول ذاكرة لله سبحانه تبارك وتعالى، ما يقدرش عليك الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى هنا يأمرنا نحن بها، وزاد عليها أنه يزيدنا خمسا أخرى، قال وأنا آمركم بخمس. يعني الخمس اللي أمر بها يحيى عليه الصلاة والسلام هذا أمر من الله عز وجل للجميع لنا ولهم، الآن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس فوقها. قال الله أمرني بهن، يعني مش من عند نفسي، ربنا أمرني أبلغكم هذا الحديث وأزدكم خمسة كمان فوق هذا الحديث. يبقى الخمسة اللي كانوا في هذا الحديث التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كذلك الصوم، كذلك ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، خمسة أمر بها بنو إسرائيل ونحن مأمورون بها. قال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. يعني هن هؤلاء الخمس، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، خمس أشياء اختصرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ما يبقاش ما يطولش فيها يصعب علينا حفظها، فسهل حفظ هذه الخمسة. السمع والطاعة، تسمع كتاب الله عز وجل وتطيع، تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتطيع، تسمع من أولي الأمر المعروف وتطيع في المعروف. قال السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، أن تجاهد في سبيل الله، والجهاد لا يزال إلى يوم القيامة، ما فيش حال اسمها الجهاد انتهى وقف الجهاد، لا، الجهاد ماض مع كل بر وفاجر إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والهجرة، أن تهاجر، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، فصارت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة أمر الهجرة اللي هي من مكة للمدينة، وبقي الهجرة هجران الذنوب، هجران المعاصي، هجران دار الكفر وبلاد المعاصي والفسوق إلى أماكن الطاعة. والجماعة، الجماعة، أن الإنسان المؤمن يكون مع المسلمين، ما ينفردش بنفسه، ما يشزش عن شيء، ولكن يكون مع من يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس المعنى أن المسلمين يتحزبون كل مجموعة تعمل جماعة وأنا مع الجماعة دي وأنا مع الجماعة، المقصد جماعة المسلمين، دار الإسلام مع أهل الإسلام، مع كل من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ليس تحزبات ولا عصبيات، ولكن يكون المؤمن في الصلاة مع الجماعة، يكون في الصوم مع الجماعة، في الحج مع الجماعة، لا يشز برأي ويقول أنا وحدي، من شز شز في النار والعياذ بالله. يبقى هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة اللي كان معه صلى الله عليه وسلم، وعلى مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم عليه، تكون أنت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فليس من حق الإنسان يقول أنا الجماعة، تعالوا بيعوني أنا الجماعة، لا، ولكن الجماعة ما اجتمع عليه الجميع، كل المسلمين مع بعض. ولا مانع من أن يكون في الدعوة إلى الله عز وجل يكون إنسان يدعو مع فلان ويدعو مع فلان، أما أن يقول أنا الجماعة اللي هي مقصودة في هذا الحديث وغير خارجين منها حتى يكفر بعضهم بعضا، لا، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة، جماعة الإسلام والمسلمين في دار الإسلام، ما هماش مجموعات ولكنهم جماعة واحدة، ويد الله على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، جماعة الإسلام والمسلمين، مش الجماعات، إحنا جماعة كذا وإنتوا جماعة كذا وإحنا كذا وإنتوا كذا، واللي فارقنا يبقى خرج من الإسلام، لا لا لا، هذه الجماعة الأم الإسلام، الإسلام اللي معهم إمام المسلمين، حاكم المسلمين، الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. يبقى هنا ما يدعيش إنسان لنفسه ذلك دون غير أنا الجماعة وإنت ولا حاجة له، ولكن الجميع كل المسلمين يترابط بعضهم مع بعض، بينهم أواصر، لا يكفر بعضهم بعضا، لا يزعم بعضهم أنه هو الذي وحده معه الحق وغيره كل ما معه باطل، لا، ولكن قال لنا هنا من فارق الجماعة دار الإسلام، والجماعة التي لها إمام ولها خليفة فيهم من يأمرهم بكتاب الله ويأخذ بهم بيده،
قال اللي فارق هؤلاء فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراده. يبقى الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر إمامهم أبو بكر رضي الله عنه، في عهد عمر إمامهم عمر، في عهد عثمان إمامهم عثمان، في عهد علي إمامهم علي. فمن خرج على ذلك كالخوارج يكفرون عثمان يكفرون عليا يعملون نفسهم جماعة أخرى يتركون الأم الجماعة الإسلام دار الإسلام ويزعمون أنهم وحدهم المسلمون، هذا اللي يفرق الناس ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. يبقى هنا من ترك مثل هذه الجماعة هذا الذي خلع رقة الإسلام من عنقه، والرقة بمعنى العروة، الإنسان لما يحط حاجة في عنقه يروح ربطها، أو زرار يحطه في عروة فيربط، فإذا جاء الإنسان لهذه العروة وفكها ورماها فكذلك الذي يد جماعة المسلمين معنى دار الإسلام وأهل الإسلام أن يحكمون بكتاب الله عز وجل. من يقول لا مش عتباني دي أنا هروح بلاد الكفر أعود فيها أفضل لي من هؤلاء. قال هذا الذي فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، يعني يرجع تاني فيكون يده في يد أهل الإسلام. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثار جهنم. من ادعى يعني العصبيات إحنا وإنتم، العصبية في الناس، إنسان ينتسب لقبيلة ينتسب لقرية ينتسب لمحافظة ويعير غيره إن هم مش منهم هذا جاهلي. فليس لأحد أن يقول أنا أفضل منك لأن أنا فلاح وأنت كذا، إن أنا مسكنية وأنت كذا، هذه عصبية جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي بدعوى الجاهلية، تعالوا الإسكندرانية نضرب الصعيدة، يبقى هنا هذا الإنسان يقول من جساد جهنم، يعني من حصب جهنم والعياذ بالله، الذي ينصر الناس على القبلية. دائما المناصرة تكون على الإسلام والمناصرة تكون على الحق، تبحث عن الحق، مين معه الحق بغض النظر من أي الناس، حتى بين المسلمين وبين غير المسلمين النظر دائما للحق. لو أن إنسانا كافرا له حق عند مسلم والمسلم يماطل به ما تنصرش المسلم عليه، ولكن أمر المؤمن بالمعروف وانهاه عن المنكر وأمره أن يرد الحق إلى صاحبه، هذا الذي تعلمناه من ديننا. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه العدالة العظيمة التي جاء بها الإسلام وليست في غيره من أديان البشر الآن، إنه المناصرة على الحق وليست على العصبية والجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، يعني عمل كذا، وكانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يحصل فيقول يا للمهاجرين يا للأنصار، يقوم واحد من دول ضرب واحد من دول يجمعوا هاتوا الأنصار نضربوا المهاجرين هاتوا المهاجرين نضربوا الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها منتنة هذه الدعوة إحنا وإنتم لا، ولكن شوف الحق مع مين، من الظالم خذ على يد الظالم وأعطي المظلوم حقه. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه أجمل التسمية، الإنسان يقول أنا مسلم أنا مسلم، سمانا الله عز وجل المسلمين. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، قال هنا هو عائد على الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني الله سماكم المسلمين من قبل. فأحلى الأسماء التي يتسمى بها الإنسان أنا مسلم، كما قال الله سبحانه قال سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.